بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، أهلا حبيباتي، أهلا أخواتي في الله، أهلا أخوتي، مرحبا بكم في قناتكم، قناتي يوميات بسمة وأمها. مع البرد درت لكم بركوكس بالتعمير الوهراني، هاد المرة بدلت لكم في الطريقة، إن شاء الله يعجبكم. مرة درت لكم بركوكس بالشتاء الشعير، مرة نتاع كم تعمير بلا شابلي، وهذا تاع بالسميد. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتجيكم سهله، وجربوها ودفيو رواحكم بها في الشتاء، تفرحوا ولادكم. يصلح النافسات بالتوابل كما راكم تشوفوا، بالدجاج مفتت والتعمير. ما تنساوليش لايكات، واللي دخلتوا معنا مرحبا بكم، ما تنساوناش اشتراكات. بسم الله، هنا درت 4 مغارف كبار تاع اكل سميد يتحمر، تحبوا رطب ولا متوسط. انا درتو رطب كما راكم تشوفوه، والحمص ما كنتش مرطبه، درتو تقريبا ساعتين في المحامي، ومن بعد طيبته في الكوكوط وصفي حطيته في البيه بالماء نتاعو في كاسرونه صغيره. وفي نفس الكوكوط اللي طيبت فيها الحمص درت مغرفه سمن كما راكم تشوفوا، واربع مغارف ولا 5 مغارف تاع زيت نباتيه. وهنا البصل قصيتو عشوائي، خاطر من بعد كلشي نرحيوه، نحطو هذا البصل من بعد نذكر معاكم المقادير اللي نخدم معاكم ونذكر لكم. هذا الحمص انا حطيته على جهه بيه بالماء نتاعو، ما تقيسولوش ماه. بعد ما ذابت لنا السمن وزيت حناد، حطوا البصل، حطوا حبه كبيره بصل، قطعوه عشوائي، خلوه يتقلى مع بعض، نضيفوا عليه الدجاج ولا اللحم اللي عندك، كل واحد على حسب المقدور تاعو. نديروا الخضره، 3 حبات طماطم، وحده كورجيت، وزروديه، حبه بطاطا قطعتها صغير. وهنا عرطل نتاع بركوكس، دوك نغسلو بالماء، شحال من غسله، نخوي عليه الماء دافي حامي، ونغسلو نخلي كان ميبس فيه الغبره وكامل كما راكم تشوفوا. حبيت نغسلو معاكم شحال من مره، ونصفي نغسل ونصفي حتى الماء يولي صافي عليه، عاد باش نحبسو الغسيل ونخليوه يتشرب. من بعد نديروه يفور فوق الخضره. هنا ما بعد ما تقلى لي الدجاج، تقلات البصل، ضفت عليها الطماطم والزروديه، قصوهم عشوائيا، نزلت عليها البطاطا، نخليهم كامل يتقلاو مع بعض. من بعد نضيف عليها الكورجيت كابويا، وهذاك السميد خليته تما يبرد، من بعد دوك نحطوه في جهه. هنا نقطع في الكابويا، التقليه تعطيها بنه. وهنا في هذا الوقت اللي تحب طماطم كونسونطري دير مغرفه كبيره. هنا عندي التوابل، عندنا عود قرفه، فلفل احمر، هنا شويه نتاع ضيفوا شويه حلبه مطحونه، فلفل احمر حلو وحار، وعطريه، فلفل اسود، وكمون. بركوكس يحب التوابل. وهنا عندي ربطه تاع قزبر معدنوس وكرافس، عقدتهم بخيط ونضيفهم، ونغلق المغلقه بنعوش كوكوط، نحط المغلقه صاير خليت هاد الخضره تتقلى مع بعضها. من بعد ما تقلات، هنا نضيف هذاك الحمص بيه بالماء نتاعو، راهم طايبين نص طياب، خليه يطيب مع يزيد يطيب مليح مع الخضره. اللي تحب دير الفول تكون مرطباته، ولا دير حفنه تاع فول. وهنا المرقوب الماء يكون يغلي حتى نغطيو الخضره كامل. هنا بركوكس من بعد ما تشرب لنا الماء اللي غسلنا به وتشرب، نحطوه في الكسكاس ونديروه فوق الخضره يفور، فوروه زوج تفويرات دوك تشوفوا معايا مراحل حتى نكملوه ويوجد معنا. نديه نحطوه فوق القدره ونخليه يفور، الخضره يطيب من تحت هو يفور من فوق، يجي بنين. هنا نوجدو التعمير، عندنا كمية تاع اللحم، حبة بيض، 4 مغارف سميد محمر، وحبة بصل صغيرة مقطعة رقيق، ولا تنجمو ترابوها. هنا كل شيء طيب، حتى هاد البصل ما تبانش من بعد. والتوابل اللي حطيناها في المرق نحطوها في التعمير، نضيفو القزبر، سميد 4 مغارف كبار تاع عشا محمر بارد، والتوابل كما تشوفوا شويه ثوم غبره، شويه فلفل احمر، كركم، عطريه، فلفل اسود، وكمون. الكركم ونخلطوا كامل هاد
مكونات ونضيف الملح، كل واحدة على حسب الذوق تاعها. هنا ضفت مغرفة كبيرة تاع الزبدة، هذاك اللحم المرحي تاع العجل ما جانيش ميدم بزاف، ضفت له مغرفة تاع مارغارين وزوج مغارف تاع الزيت، مغرفة صغيرة تاع الملح، وانتوما على حسب الذوق تاعكم واحد كيف راه يحب. ونخلطوا الخليط، نجمو البصل ترابوه، والثوم تاني فص كبير تاع الثوم ولا زوج فصوص، مع درت شويه غبره بصح نضيفو شويه رابيه نزيد لبنه تعمل يجي والله تحسبوه كفته، يجي بنين بزاف، يطبع بالكوكس يزيد له بنه ان شاء الله. خلطوا بيديكم احسن باش الخليط يتجانس. جيبوا سوليفان كما تشوفوا هكا، ديروه على واحد ولا على زوج باش ما ينحل لكمش في الطياب، طيبوه في القدره مع الخضره ان شاء الله. تشوفوا معايا لا يحل سوليفان، وهذا الخليط نحطه في السوليفان ونديروه على شكل بوتان كما الكاشير شكل حربوش. راني نعجن فيه بيدي باش يلتم مليح، نسقموه نيشان نزيد له واحد اخر غلاف ثاني باش ما ينحلناش، والسميد دوق هنا يبدا يطيب، عطيوه شويه بلاص ما تقفلوش في الطرف كيما لا شابيغ ما اللي فاتت قفلناه مع الطرف، يمن لا عطوه شويه بلاص باش يجبر كيفاش السميد يزيد يكبر يشرب العقده بعدوها شويه. تشوفوا معايا من بعد ثقبوه، انا نسيت في الاول من بعد ثقبته كيوردون ولا اي حاجه عندكم ولا يبرا ولا ثقبوه كامل باش الطياب يدخل له لاصوص يجي بنين. شوفوا ني حطيته في القدره ان شاء الله، الطريقه راه واضحه ويطيب يدي وقت نص ساعه ولا راك تشوفوا زدت مرقت، كان عندي لاصوص بقيت لي كنت منقصه من جهه باش هاي لي براني باش نثقب البوطان تاعنا تعمير، ثقبته باش لاصوص تدخل له يجي بنين، قلبتو عاد ثقبته من جهه اخرى. هنا نسيت ما درتش زرعه القزبر، ضفت نص مغرفه تاع زرعه القزبر تزيد لها بنه. وهنا من بعد ما فور لي التفويره الاولى حطيته في القصعان تاعنا، هنا ديروا الملح ومغرفه زيت وشربوه الماء كيما ديروا الطعام. انا جبت غرفيه تاع الماء ونبدي نشرب فيه، نشرب ما تخافوش خويو عليه الماء ما عليه والو باش من بعد ما يشرب لكمش لاصوص ويولي يجي ثقيل، حنا مادا بينا يجي كيما الحريره يجي راوي. تشوفوني دايره غرفيه تاع الماء وني كل خطره نضيف نضيف ما تخافوش منه شربوه. يبقى على حبه تشوفوه ما يتعجن ما والو. هنا بعد ما تشرب لي نديرو فور تفويره ثانيه، هنا نحيت الدجاج صيطاب لي ونحيت هذاك القزبر ربطه تاع القزبر. شوفوا هذا التعمير راه يطيب في لاصوص، الخضره طايبه كامل من بعد نرحيها معاكم، عطوه وقته خلوه حتى 40 دقيقه. وهنا التفويره الثانيه انا صاي وجد لي نزيد نشربوه، تشوفوا نشربوه في الغرفه الثانيه تاع الماء، كل ما نفوروا نشربوا الماء ومن بعد نعاود نحطوه في المعرق يزيد يتشرب مليح مليح باش ما يشربلناش المعرق بزاف. نشربته هنا مليح، التعمير تاعنا راه واجد، دوق شويه ونقطعوا معاكم. هنا جبت الرحيوه تاع بكري، الرحه اللي نرحيو بها الخضره، مش عارفه شكون الاخوات اللي مازال باقيه عندها بنتها ولا غادي شابه خير الحريره نتاعها ولا كلاصوص تجي بنينه خير من الروبو خير من الميكسور اللي نخدمو به اليوم. نبديو بالمغرف نجبدو من القدره ونحطو فيها، نعد القرفه هذا اللي نحيتو ونرحيو كما تشوفو، واللي ما عندهاش تصفي لاصوص من جهه وهذيك الخضره ترحيها بالميكسور كاش الدار اللي ما عاش عندها. من بعد ردوا القدره خير كبيره، ردوا هاد لاصوص تاعنا اللي مرحيه، نزيد نكمل نحي اللي بقالي. ودائما كي نحبوا نمرقوا بالماء يكون يغلي، دائما الكاسرونه بالهنا دايره فيها الماء يغلي
شوفوا باش كي نضيف الماكلات تقعد في نفس تجي بنينه ما تجيش صامته. من بعد ما كملت نرد على النار تزيد تغلي مليح، من بعد كي نشوفها غلات نبدي نضيف بركوكس. هنا الا كنتو مكثرين كميه كبيره ضيفوا حطوا بركوكس في القدره على حساب ما تحتاجوا، من قدر ما تاكلوا نتوما ولا كان عندكم تاع تكثروا ديروه كامل. انا درت عطل كنت محتاجه تو دوك نحطو كامل. ودائما راني دايره لاصوص مخليه شويه لاصوص ملهيه ودايره الماء يغلي باش الا احتاجيت نشرب له نزيد. راني حاطه شويه قزبر هنا فص تاع الثوم هذا باش نخليه في الاخير نضيفو باش يزيد له بنه. وهنا التعمير راني نحلو معاكم مع راه عاد حامي بزاف. تاني الدجاج راني حطاته على جهه من بعد نفتو معاكم نقطعوه دوائر على حساب الكاشير مرتديلا. ان شاء الله الطريقه تكون واضحه وان شاء الله الاخوه والاخوات يجربوه. الجزائر هنا حنا يديروه ان شاء الله المصريين والمغاربه خوتنا المغاربه والمصريين ان شاء الله يجربوه يعجبهم. هكا تاكله واحد وراه بنين ما شاء الله. من بعد ما غلات القدره نبدا نضيف بركوكسي بالعقل. فهاد المرحله من المغرفه تاع الحطب نبداو نحركو ونخلطو ما نخليوهش يرصع لتحت ويلصق ويجي فيه بنه الحراق. كل خطره خلطو ودوقوا لا خصو الملح ضيفوا شويه، واللي يحب يدير جامبو يدير مرق الدجاج ولا مرق خروف ولا انا ما نديروش، ندير شويه ملح وصاي. انا مانيش مكثره الكميه عليها درتو كامل، نتوما الا كنتو ما مكثرتو بزاف ما تغليوهش كامل ضربه واحده، ما ديروش القضيه ضربه واحده. كي تحتاجوا عاد حطوا في لاصوص. هذاك فص تاع الثوم راني نزيد نعبيه وما تغفلوش عليه كل مره حركوا. هنا ضفت ربطه تاع قزبر في الاخير ماشي الاولى، في الاخير ضفت ربطه تاع قزبر باش تزيد له بنه. ضفت رشه في القدم تاع كرويه. وهنا كما تشوفوا حطيت البركوكس حطيت عليه تعمير من الفوق فتت فوق الدجاج. درت رشه تاع العطريه ولا كرويه كما تحبوا ورشه تاع قزبر خضر قطعته رقيق جاي شاهي ما شاء الله. يا ريت يا لو كان راكم كامل معايا مرحبا بكم وتذوقوه بنتو تشهي تشهي، خاصة هذا القصبر تاع الزريعة اللي يدير الزريعة ما شاء الله يجي الدار تولي ريحتها تفحفح مع الحشاوش تاع بالكوكس روعة روعة. شهيتكم في الجنة مرحبا بكم كامل. المتوحمات يسمحوا لي والنفسات مبروك عليكم ربي يفرحكم، واللي ما عندهاش ربي يعمر حجرها ان شاء الله يا رب ويوفي كل واحد ما يتمنى في الخير يا رب. الى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.